ونصلي ونسلم على سيد الخلق سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على الدين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هي المتممة للقرآن الكريم. تدرون ما هي؟ قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من عظمة هذا الدين أيها الأحباب أن الله سبحانه وتعالى كمل وجعل فيه كل شيء يخص الإنسان البشري مما يجعله فعلا خليفة الله في الأرض. فجعل القرآن الكريم فيه كل شيء يخص الإنسان فردا أو جماعة أو أسرة مما يتناسب معه من حياة كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم جعله ربنا قدوة لنتعلم منه ولنأخذ منه كل أمور حياتنا، كل أمور حياتنا. بالتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، بالمواريث ربنا حطها في القرآن الكريم، علاقتنا مع بعضنا ربنا حطها في القرآن الكريم، حتى الزواج نفسه جعل في القرآن الكريم له أسطورة. لماذا أيها الأحباب؟ لا تستقيم الحياة إلا إذا كنا مع تمام هذا الدين ومع الرضا بأن هذا الدين هو نعمة الله سبحانه وتعالى. وربنا قال كده: أنا اللي كملت لكم الدين ورضيت لكم نعمة، ألا نرضى بما ارتضاه ربنا لنا؟ يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قال: خذوا عني مناسككم، كل امور العباده خذوها من النبي عليه الصلاه والسلام. وما اتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الطعام جعل الرسول فيه اسطور، الشراب الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نشرب، حتى دخول دوره المياه الرسول علمنا كيف ندخل الباب الاول. ففي امور الزواج الرسول عليه الصلاه والسلام كما تعلمون هل الرغب في النكاح كثيره، ولكن ما الذي اشار عليه الرسول بالضبط؟ تنكح المراه لاربع: للجمال وللحسب وللنسب وللمال. ولكن الرسول اختار مين؟ اصبر بذات الدين قبل ذلك. يكون عندك الدين رغبه واحده متدينه وكبيره ماشي، متدينه وصاحب المال ماشي، متدينه وفيها كل الصفات ماشي، لما فيها كل الصفات ماشي كتير يبقى تاكد هيوز الخاطر ان شاء الله. ده المفروض الصحيح للمتدين. ولذلك ايها الاحباب، ان الاسلام ملزمنا جميعا ان نوفر هذه النعمه لدى البشر جميعا. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام: من آتاه من البنات ثلاث وأحسن تربيتهن كن له حجابا عن الله. اللي ربنا رزقه البنات ثلاث وأحسن تربيتهن أن كن يحجزوه عن النار، ما يخش النار بسببه. وقال أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: وقال أحد أصحاب الرسول عن الشبع: قال واحد. وقال رسول الله: من رزقه الله بيده فأكبر شرا وأحسن تربيتهن قلنا لا إجابة عنه. هذا مين اللي قال الكلام ده؟ مش أنا، ده رسول الله كده. الرسول قال كده يا جماعة، والبنت التي تحسن تربيتها القرآن على إيه؟ قال هي الحسنة بتاع إيه؟ بتاع الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله. حسنة في الآخرة هي الجنة، وحسنة في الدنيا هي الأمل الصالحة. ربنا
ربنا يكتبك بها عن ايه؟ عن النار يوم القيامة. عن النار يوم القيامة. هذا في جانب النار، في جانب الرجل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: طيبة، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه وأمانته فليتجوزوا عنه. يجي البنت الناقص لا يتجوزوا على طول. لأن ده هيعتبرها إن الأسرة نفسها أسرة سليمة معافاة من كل شيء ليه مقاييس. الرجل يعرف ربه والزوجة تعرف ربها، فالنتاج يكون نتاج صالح، فبذلك يصلح المجتمع ويصير النتاج فعلا خلفاء الله في الأرض. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن الأوان أن نستمع ونصت ربنا حينما يقول: ألم يأتِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. جه الأوان ده ولسه ما جاش يا جماعة، عشان يقول: ألم يأتِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إيه اللي نزل من الحق؟ كتاب الله عز وجل. ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم وكثير منهم فسق. تختار كل شيء احنا نصلي الايه ام ان نكون من اجل الايه؟ نسال الله ان يجعلنا من اصحاب الصفه الاولى في اول هذه الايه: وتخشع قلوبنا لذكر الله وما نزل من الحق. واسال الله العلي العظيم ان يتم لعصيان الحرفين الكريمين هذا الزواج وهذا العقد الطيب المبارك ان شاء الله. والى شهر العقد فلياتي ولي الامر قد السيد المقر العريس. على كتاب الله، على كتاب الله.